تعالى اقول لك ازاي تتخلص من النمل اللي موجود في البيت بهذه الرقيه المباركه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اعرضوا علي رقاكم. اول حاجه احنا هنمشي على 3 نقاط. النقطه الاولى هنعمل مصالحه مع النمل اللي موجود في البيت. النقطه الثانيه ان احنا هنحرج عليه تاني يوم بعد ما نعمل معاه المصالحه. النقطه الثالثه هنجيب الكوبايه دي بقى في اليوم الثالث وهنقرا عليها الرقيه اللي انا هقولها لك، وهتحط الكوبايه ديت في المكان اللي بينتشر فيه النمل او في المكان اللي موجود فيه النمل، وهتسيبها مكشوفة تمام لحد تاني يوم. هتبص تلاقي في اليوم التاني ان النمل اختفى نهائيا واصبح النمل ده غير موجود بإذن الله جل وعلا. ودي طريقة عايزك انك انت تجربها وتكتب لي في التعليقات ايه اللي حصل معك. وعايز اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اعرضوا علي رقاكم، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لك لا بأس بالرقية ان لم يكن فيها شرك. فالنمل ده ربما ان يكون من اسباب العين ومن اسباب الحسد، لان ممكن واحد يكون ساكن في الدور الثالث او الدور الرابع او الدور الخامس او الدور السادس، وعلى الرغم من كل ذلك يبص يلاقي ان النمل مالي الغرفه عنده ومالي البيت عنده، ويجي يعمل رش ومرش ما فيش اي فايده نهائيا. وسبحان الله يظل على الوضع ده فترات طويله وما فيش اي تغير لا من قريب ولا من بعيد، وكان يعني انت في موال مش عارف تنتهي منه. لدرجة ان في بعض الاشخاص يقول لك ان النمل ممكن يخش في الملابس بتاعتي، الاقي ان النمل موجود في قلب المطبخ، موجود في ثيابي، موجود في كل حتة كده. بص الاقي ان النمل جيوش مجيشة، احط الاكل ابص الاقي ان النمل جاي ياكل معايا. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كوباية زي ديت تمام؟ الكوباية ديت هنقرأ عليها آية النمل مع آيتين قبلها، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. تقرأها بالواحد بالعدد 51 مرة تمام، وإنت بتقرأ المية تكون قريبة من بقك. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وتيجي بعد ما تقرأ الواحد العدد 51 تختمها بقى إيه؟ فبتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين تمام، بالعدد 14 مرة. بعد ذلك يا أخي الكريم دي الآية الأولى. الآية الثانية اللي هنقرأها هي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. الآية الثالثة تقرأها بالعدد 12 مرة. يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة لعلكم تذكرون من سورة النور. دولت 3 آيات هنختمهم بسورة الزلزلة والكافرين والمعوذتين، ثم بعد ذلك هنفش في الماء ده 3 مرات، ثم بعد ذلك حقيقية وجايبة قليل من السمسم العادي في اليوم الثالث ومخليها حوالين الكوباية. لو كان النمل ده شياطين أو رصد من الشياطين هتبص تلاقي في الكوباية تاني يوم أكبر نملة في النمل اللي انت شفتيه كله موجودة قلب الكوباية بإذن الله. لو ان النمل ده كان ضيوف أو ان هو مثلا يعني عمار أو جيران أو نمل عادي، لما انت تعملي معاه المهادنة أو الصلح هتبص تلاقي ان النمل ده خرج من البيت نهائيا. اليوم الأولاني عشان أتخلص من النمل هجيب يعني سبحان الله شوية طعام أو فتافيت أو أي حاجة من البواقي اللي موجودة في الأماكن اللي منتشر فيها النمل، وحقرأ عليها نفس الآيات بدون ما أعمل أي حاجة. وفي اليوم الثاني حقرأ برضو نفس الآيات على أي طعام أحطه لهم، بس مع التحريك في المرتين أحرج عليكم بالله العلي العظيم أن تتركوا بيتي 3 مرات لمدة يومين. أعمل نفس الطريقة، لو ما مشاش النمل أحط له الكوباية دي كده. بإذن الرحمن جل وعلا في اليوم الثالث مش هتلاقي ولا نملة في البيت، وهتلاقي أكبر نملة موجودة في الكوباية بإذن الله. جرب الطريقة ديت وقول لي إيه اللي حصل معك في التعليقات، وما تسيبهاش تقف عندك، شاركها لأصحابك وأصدقائك، فالدليل على الخير كفاية دمتم في ضيافة الله.